استراتيجيات تعرف انت وش تبي بعد 5 سنين بالضبط. هل عندنا شيء من هذا؟ الهند الهند وتايلاند الان وفيتنام وغيرهم هم قاعدين يشتغلون على هذا الموضوع. ما ما عندهم هم قاعدين يشتغلون على هذا الموضوع. لا نروح الهند وتايلاند والصين، عندنا في المملكه العربيه السعوديه رؤيه 2030. احنا كل الحكومه الان قاعده تشتغل على 2030، برامج ومبادرات تحول وطني، جوده حياه، كلها قاعده تشتغل على على هذه الاستراتيجيه، هذه الرؤيه، هذه الخطه اللي وقاعدين يشتغلون عليها، يحققون من سنه لسنه برامج مرسومه وموضوعه ومدونه. والسنه في 2019 حنعمل كذا، حنحقق كذا، في 2020 حنوصل لكذا. طب في المجال الرياضي وقاعدين نشتغل في مجال الرياضي تحديدا كره القدم، احنا نبغى وبعد خروجك الان نبغى من كاساسيا نبغى استراتيجيه ورؤيه لاتحاد كره القدم بعد خمس بعد في 2030 ايش حنكون، 2020 ايش حنكون بهذا الشكل. نبغى شيء رؤيه المملكه معلنه في في التويتر، في في الانترنت، في مواقع، في كتب، في في صحف، وقاعدين الحكومه قاعده تشتغل عليها سنه ورا سنه، وفي نتائج تتحقق، وفي نتائج موعوده ونوصل لها في من 2016 و17 و18 الان احنا في 19، في نتائج قاعدين نشوفها على ارض الواقع ملموسه. جميل ابو ريان، اتحاد الكره ليش ما يحط رؤيه واهداف ونمشي معاه سنه ورا سنه؟ ماذا؟